السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير. واهلا بيكم معايا في تجربة جديدة من تجاربي في امريكا. كنا اتكلمنا الفيديو اللي فات عن المكوى السيراميك والمكوى التيتانيوم اللي جبتهم من على امازون، وشفنا كل واحدة فيها واتفرجنا عليهم واتكلمنا يعني كلام مبدئي عن كل واحدة فيهم. وكنت وعدتكم اني هعمل لكم فيديو اقول لكم الفرق ما بين المكوى السيراميك والمكوى التيتانيوم. الاول في معلومات مهمة لازم نعرفها قبل اي شيء، ونصايح مهمة. النصايح دي حتى موجودة على امازون، هتلاقيها مكتوبة. النصايح دي ان انا شعري لازم يبقى جاف قبل ما احط عليه المكوى، يعني يفضل ان ما يبقاش الشعر مبلول، لان لما بيبقى مبلول بيكون ضعيف، ولما بيكون ضعيف ده بيتعرض للتلف وبيتعرض للتقصيف، فالافضل ان احنا نستنى لما الشعر ينشف قبل ما نكويه. تاني حاجة، ما ينفعش اكوي الشعر واقول بعد كده هسلكه، لازم نسلك الشعر وما يبقاش فيه اي تشابك او اي عقد عشان ما يتقطعش مني في المكوى، يبقى سلس وهو ماشي معايا في المكوى. تالت حاجة، اتأكد ان درجة الحرارة اللي انا بستخدمها مناسبة للشعر، واتأكد ان المكوى بتاعتي مش بتقعد تعلى لوحدها كل شوية، لان ده ممكن يؤدي الى ان الشعر يتحرق مني. بعد كده عندي لازم انظف سطح المكوى، لازم قبل ما اجي استخدمها استخدم قماشة مبلولة وانظف سطح المكوى عشان يبقى املس معايا، ما يبقاش فيه اي ترسيب، فطبعا ده هيؤدي الى ان هو يقطع الشعر مع السخونة. بعد كده، بعد ما اتأكد من كل الخطوات دي، قبل ما ابدأ اكوي لازم اقسم الشعر لاقسام صغيرة كتيرة. اقسم الشعر اقسام صغيرة كتيرة، مفيش مشكلة ان هي تبقى كتير، بس المهم ان هي تبقى اقسام صغيرة علشان خاطر الحرارة توصل اسرع للشعر، وكمان يديني مفعول اسرع وتأثر مع الشعر احسن. قبل المكوى على طول لازم احط سيرم، او مش لازم يعني، يفضل ان احنا نحط سيرم اللي هو قبل الكوي لحماية الشعر قبل المكوى، علشان خاطر نحاول نبعد عن اي مشاكل ممكن تحصل لنا من السخونة. نيجي بعد كده نشوف ايه الفرق ما بين المكوى السيراميك والمكوى التيتانيوم. المكوى السيراميك زي ما انتم شايفين بتبقى فيها سيراميكا، دي سيراميكا، هي دي بتبقى سود في الاغلب، بتبقى لونها اصفر، واللونها اصفر دي بتبقى وحشه جدا، في الاغلب بتقشر وكمان بتسود، وبيعمل عليها طبقه زيوت كده اهو، فبتبقى وحشه جدا، وبتعمل الطبقه دي بتعمل عزل، فبتخلي المكوه درجه حرارتها تبقى قليله. السيراميك الحديث اللي طالع ده اللي هو بالايونات ده احسن شوية، ما بيرسبش حاجات، مش بترسب عليها حاجات، يعني هي زي ما انتم شايفين ليها سنة معايا، ما فيش اي حاجة ملساء، اهي نظيفة زي ما هي، ما فيش اي حاجة يعني مترسبة، فطبعا الحاجات المترسبة دي بتحرق في الشعر. تمام، دي المكوى السيراميك العادية. عيب السيراميك ان هو سيراميك قابل للكسر وقابل للخربشة او الخربشة او ان هو يتجرح، لكن التيتانيوم لا، التيتانيوم مش كده، التيتانيوم ضد مقاوم للخدش، ومفهوم يعني مفهوم مش هيتكسر زي السيراميك. السيراميك ممكن تتكسر ونضطر ان احنا نغيرها، ولو اتكسرت طبعا وغيرناها مش بتبقى زي الاصلية وبتبقى درجة حرارتها بتوطى، لكن التيتانيوم مقاوم للخدش. والتيتانيوم من مميزاته ان هو بيوزع الحرارة بشكل افضل وبطريقة منتظمة، وده بيخلي ان درجة الحرارة تطلع لي ثابتة في كل الاوقات، ما بتتغيرش، مش بيعلى ويوطى. لكن السيراميك مشكلته انه بطيء في درجة الحرارة، ودرجة الحرارة بتاعته واطية، يعني لو انا حطيت هنا، عملت هنا 300 وعملت هنا 300، هلاقي 300 بتاعت دي اعلى من 300 بتاعت دي، وده ليه ميزة وليه عيب. مش معنى كده ان هي كده عيب فيها، لا، ده ليه ميزة وليه عيب زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض.
التيتانيوم من ضمن مميزاته ان هو مش بيغير لون الشعر المصبوغ، وبيحافظ لي على لون الصبغة، مش بيلعب في لون الصبغة، ومش بيقصف الشعر خالص، وبيضيف لمعة للشعر، وتحس ان الشعرية بتطلع منه صحية اكتر. طبعا احنا قلنا ان التيتانيوم بيسخن اسرع وبدرجة حرارته اعلى. تمام، وقلنا ان هو بيوزع الحرارة بطريقة منتظمة اكتر من السيراميك، لكن ضريبة ده ان هلاقي عندي ان المكوى التيتانيوم حجمها بيبقى اتقل من المكوى السيراميك. المكوى السيراميك بتبقى اخف في الحجم، فهقدر مش يعني مع اللي انت هتقولي مش هتفرق، لا هتفرق، مع ان احنا هنقعد نكوي فترة طويلة هتلاقي ايدك وجعتك، وزي ما بقولك ايدك خدلت. تمام، فالمكوى يعني مثلا انا مثال عندي دي وزنها 1 باوند، دي وزنها 1.6 باوند، يعني قدها مره ويعني اكتر من مره ونص في الوزن. تمام، ولما تفضلي ماسكاها فتره طويله هتتعب ايدك، ده طبعا يعتبر عيب. هو الموضوع ان هي بتوزع الحراره بطريقه منتظمه طبعا دي ميزه كبيره جدا، لكن موضوع ان هي وزنها تقيل دي مشكله. تمام، طيب ميزة بقى المكوى السيراميك غير ان هي وزنها خفيف ان هي درجة حرارتها زي ما قلت لكم ما بتعلاش قوي، فبتبقى حنينة على الشعراية، ما بتبقاش سخنة قوي فتضل يعني تتعب الشعراية وتجهدها. طبعا ده هيبقى ميزة بالنسبة للناس اللي شعرهم كويس، لكن لو حد شعره افريقي طبعا مش هياخد النتيجة المرجوة من المكوى السيراميك. يبقى احنا نفهم من كده ان انا لو شعري عندي شعر خشن والكثره بتاعته صغيره ومش نافع معاه المكوى السيراميك، يبقى دايركت هروح للمكوى التيتانيوم. المكوى التيتانيوم درجه حرارتها عاليه، ودي طبعا ميزه حلوه فيها، ولكنها حاجه تخوف ان دي يبقى يفضل ان هي تستخدم بحرص، وتستخدم يعني مع حد فاهم، يعني حد ليه سنين بيستخدم، مش اول مره اجيبها، وهتستخدميها بحرص، وهتفضلي تزودي في درجه الحراره واحده واحده لحد ما تشوفي ايه المناسب للشعر اللي قدامك، عشان ما يحصلش وتتحرق الشعرايه منك تتحرق. فده عيب في المكوى التيتانيوم ان هي لو درجة الحرارة مش مناسبة ممكن الاقي الشعر اتحرق، والشعر لو اتحرق هلاقي الخصلة وقعت كلها زي ما هي. طبعا من ضمن مميزاتها المكوى التيتانيوم ان هي عريضة، طبعا المكاوي العريضة دي بتكون اسرع، بتخلص معايا اسرع وبتنجز معايا لانها بتاخد كمية شعر احسن، وطبعا دي بتنجز معايا في حالة الشعر الطويل، عشان كده بننصح فيها لو حد شعره طويل وغزير دي هتنجز معاه اكتر. عموما العريضة يعني العريضة في منها الاتنين، وفي طبعا مكاوي تيتانيوم رفيعة زي دي. الرفيعة بقى ميزتها ان هي بتبقى خفيفة وبتجيب الجذور احسن، بتفرد معايا الجذور احسن، دي مش بتعرف تجيب الجذور احسن، دي يعني مش بتعرف توصل للجذور عشان كبيره، ومش بتعرف تعمل كيرلي، لكن دي بتعرف تعمل الشعر كيرلي، وهنعمله مع بعض ونشوفه. عندي من مميزات المكوى تيتانيوم موضوع ان انا قلت لكم ان هي فيها الديسبلاي ال سي دي ديسبلاي عشان اعرف درجه الحراره، وايه اوبشن اللي هو الدامجد لو انا عندي شعر عادي بنستخدم له، شعر لو صحي بنستخدم له درجه حراره 400 لحد 400 410 مفيش مشكله، لكن لو الشعر خفيف وضعيف يبقى نستخدم له 270. الشعر لو مصبوغ وتالف بندوس على زرار البي ده اللي هو بتاع الدامجد، هو بيظبط لي درجه حراره المكوى على الدامجد. طبعا عيب المكوى السيراميك عندي ان هي محتاجه كذا مره، محتاجه كذا مره ان احنا بنعيد ونزيد كذا مره على الشعرايه عشان الشعرايه تتفرد معايا بشكل حلو. تمام، لكن عيب التيتانيوم ان هي زي ما قلت لكم ان هي لو درجه الشعر مش مناسبه، درجه الحراره مش مناسبه للشعر لنوع الشعر، ان هي ممكن تحرق الشعر معايا. وزي ما قلت لكم ان التيتانيوم بيضيف لمعه للشعر وبتحس ان الشعرايه طالعه صحيه اكتر. دلوقتي هنشوف تجربه مع بعض، هنشوف موضوع السخونه، هنشوف مين اللي هيسخن الاول، وهنشوف تاثيرها على الشعر مع بعض.
ادي انا شغلتهم الاتنين وظبطتهم الاتنين على 450، اهي هي كده مظبوطه على 450، هتفضل تزيد معايا لحد ما توصل ل 450، ودي جبت البكره للاخر تمام. واول ما هتسخن هي هتنور نور اخضر، هنشوف مين فيهم اللي هتسخن اسرع، هنشوف مع بعض دلوقتي. اهي شغالة بتعد معايا زي ما انتوا شايفين، بتعد، شايفين بتعد ازاي سريع جدا. وهلاقيها يعني حتى من بعيد السخونة بتاعتها طالعة. شايفين اهي خلاص داخلة على 400. اهو خلاص اهي شايفين خلاص خلاص وصلت 450، والمكوى سيراميك لسه زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لكم ان المكوى التيتانيوم بتسرع اكتر. طبعا انا مش محتاجة 450 عشان اجرب، انا حبيت بس اوريكم درجة الحرارة بتوصل امتى. شايفين وصلت، ودي لسه لحد دلوقتي اللمبة ما خضرتش اهي تمام. هخليها كده هون، هخليها على 270 اللي هي الشعر الدمج اللي انا محتاجة اعمل بيه الشعر بنتي، ممكن اخليها 300. بالنسبة لدرجة الحرارة المناسبة للشعر اللي احنا نبدأ نكوي منها، يعني عندك من اول 230 240 لحد 380، ده درجة حرارة. شايفين شايفين وصلت بعد قد ايه، تقريبا اخدت ضعف الوقت بتاع التيتانيوم تمام. خلاص هقلل درجة الحرارة بتاعتها برضو عشان خاطر عايزة اشوف تأثير الاتنين بيعملوا مع بعض ولا ايه الدنيا تمام. انا جبتها على 300 اهو، هنشوف. ودي خلاص وصلت لل 300، هنشوف دلوقتي الشعر مع بعض، هنشوف تأثير المكوى على الشعر مع بعض. ادي عندي شعر البنتي اللي انا هكويه اهو، زي ما انتم شايفين الكسرة بتاعته تمام، هي كسرته مش كبيرة عشان كده انا مش عاملة درجة الحرارة عالية. هنجرب الاول المكوى السيراميك مع بعض اهو. هادي كده كويناها 3 مرات ولسه مش حلو قوي يعني. ادي كده 4، ادي كده 5، ادي شكلها زي ما انتوا شايفين اهي. طيب تعال نشوف الخصلة التانية، خدت 5 مرات دي عشان تتفرد معايا بالشكل ده. هنشوف الخصلة التانية، ادي 3 مرات اخدتها معايا الخصلة عشان تتفرد بالشكل ده. اهو ادي الخصلتين جنب بعض، يعني انا مش حاسة ان في فرق اهو، بس يمكن حاسة ان دي شوية انعم، دي شوية واقفة، يعني دي شوية واقفة شوية. طيب ادي شكل الخصلتين اللي انا عملتهم، واحدة بالسيراميك والتانية بالتيتانيوم. زي ما بقول لكم ان انا يعني مش شايفة ان في فرق، مش حاسة ان في فرق ما بينهم، لان السيراميك اللي انا جايباها دي اللي هي السيراميك بالايونات، والتيتانيوم زي ما قلت لكم كده وكده بيدي للشعر لمعة. انتوا شايفين اللمعة بتاعته حلوة ازاي. دي كانت التجربة بتاعت المكوى على الشعر اهي، زي ما انتوا شايفينها شكلها وشكل الشعر ازاي سلس. ادي الفرق ما بينه وما بين الشعر اللي مش مكوي اهو، عشان تحسوا بس بالفرق، ما تقولوش ان هي اصلا شعرها ناعم اهو.
هو الشعر ناعم اه بس مكسر اهو. تمام، ادي الفرق ما بينهم. زي ما قلت لكم هي الفرق بس ان المكوى التيتانيوم بتكوي اسرع بتسخن اسرع، والسيراميك بتسخن اقل. يبقى خلاصة التجربة بتاعتي النهاردة وخلاصة الكلام عن المكوى سواء كان السيراميك او التيتانيوم، ان المكوى السيراميك درجة حرارتها أقل. فلو حد شعره ناعم ومش محتاج درجة حرارة عالية يبقى خلاص يجيب المكوى السيراميك، عشان لو هو خايف من أي تلف أو خايف إن الشعر يتحرق أو كل الكلام ده. لكن لو الشعر شوية صعب ومحتاج مكوى عالية يبقى يجيب المكوى التيتانيوم. وزي ما قلت لكم إن الاتنين أنا بستخدمهم في تطبيق البروتين، والاتنين بيدوني نتيجة كويسة جدا ومفيش أي مشاكل خالص، وأنا جايباهم أصلا عشان البروتين وتطبيق البروتين. دي كانت تجربتي النهاردة، وده كان الفرق ما بين المكوى التيتانيوم والمكوى السيراميك. يا رب اكون فدتكم، ويا رب اكون عرفتكم معلومة جديدة، ويا رب اكون ساعدتكم في الاختيار. ولو في اي سؤال محتاجينه او اي معلومة حابين ان انا اقولها لكم، هستنى اسألكم في الكومنتات وهستنى ارائكم. ومتنسونيش بقى من اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله.